السريبرم هو أكبر جزء في الدماغ وبينقسم إلى ليفت ورايت سريبرال هيمسفيرز. كل هيمسفير بيحتوي على نسيج عصبي مرتب لعدة طيات أو فولدس بيطلق عليها اسم جيراي. الجيراي بتتفصل عن بعضها عن طريق قنوات سطحية اسمها سلكاي وقنوات أعمق اسمها فيشرز. السلكس الرئيسي يمكن تحديده على صورة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للبرين وهو السنترال سالكس، واللي بيفصل بين البري سنترال جيروس في الفرونتال لوب عن البوست سنترال جيروس في البرايتال لوب. ومن المهم التعرف على هذه الجيراي لأن البري سنترال جيروس بيعتبر قسم حركي في البرين والبوست سنترال جيروس بيعتبر قسم حسي في البرين وايضا من الجيراي المهمه في البرين سينجوليت جيروس، بارا هيبوكامبال جيروس، والسوبيريور تيمبرال جيروس. الاثنين الفيشرز الرئيسيين في السريبرم هما اللينجوتيدونال فيشر واللاترال او السيلفيان فيشر. اللونجوتيدونال فيشر هو عبارة عن جروف طويل وعميق بيفصل بين الليفت والرايت سريبرال هيمسفيرز. بيقع في هذا الفيشر كل من الفالكا سريبري والسوبيريور والانفيدور ساجيتال ساينسز. اللاترال او السيلفيان فيشر هو جروف عميق بيفصل الفرونتال والبرايتال لوبس عن التيمبرال لوب. تمر خلال اللاترال فيشر العديد من البلاد فيسلز وبشكل رئيسي فروع الميدل سريبرال ارتري. السريبرم بيقوم ببعض الوظائف المهمة جدا زي التفكير واتخاذ القرارات والذاكرة والتمييز بين الأشياء. والسريبرم بيحتوي على كل من الجري ماتر بين قوسين عبارة عن أجسام الخلايا العصبية، والوايت ماتر بين قوسين عبارة عن أكسونات متغلفة بميلين شيس يعني ميلينيتد أكسونز. السريبرال كورتكس هي الطبقة الخارجية من السريبرم، بتتكون من الجري ماتر تقريبا بسمك من 3-5 مليمتر. السريبرال كورتكس مش بس بتستقبل المدخلات الحسية ولكن أيضا بترسل الأوامر للعضلات والغدد لكي تتحكم في حركة وأنشطة الجسم. أسفل الكورتكس بيكون موجود الوايت ماتر واللي بتحتوي على ألياف بتكون مسارات لنقل الإشارات العصبية من وإلى السريبرال كورتكس. أكبر وأضخم حزمة من الوايت ماتر فايبرز خلال السريبرم هي الكوربس كالوزوم، ودي عبارة عن حزمة تقع في منتصف المخ بتكون سقف اللاترال فينتريكلز وبتوصل الرايت والليفت سريبرال هيمسفيرز ببعض. بيتكون الكوربس كالوزوم من 4 أجزاء بالترتيب من أسفل الأمام إلى الخلف، هما الروسترم والجينو والبادي والسبلينيوم. ايضا 2 من حزم الوايت ماتر المهمين هما الانتيريور والبوستيريور كوميشرز. الانتيريور كوميشر بتمر من المنتصف خلال لامينا ترميلاليز وبتربط بين الجزئين الاماميين لكل من التيمبرال لوبس. والبوستيريور كوميشر هو ممر بيتكون من عدة الياف بتنقل الاشارات العصبية اللي بتكون ردود فعل حدقة العين تجاه الضوء وما يسمى بـ pupillary أو consensual light reflexes. البوستيريور كوميشر بيمر في المنتصف خلف الثيرد فينتريكل مباشرة أعلى السريبرال أكويدكت وأسفل البينيال جلاند.